السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو الثالث في السرقة، وكنا انتهينا في الفيديو الثاني إلى أنه في ظروف إذا تحققت ما بتغيرش الوصف بتاع جنحة السرقة وتخليها من جنحة تخليها جناية، ولكن الظروف دي بتخليها كما هي جنحة، ولكن بتبقى العقوبة بتاعتها بتبقى عقوبة شديدة، يعني بيبقى الحد الأقصى بتاعها، هي يعني بتغلظ العقوبة يعني. واتكلمنا عن أول حاجة المكان المسكون أو المعدل السكنة أو دار من دور العبادة أو ملحقته. والواقع إنه إحنا عندنا 9 حالات بيخلوا الجنحة بتاعت السرقة تبقى زي ما هي جنحة، ولكن تبقى عقوبتها يعني مشديدة. يعني قلنا منهم 9 حاجات، 9 نص عليهم قانون كده، 9 حاجات. قلنا حالة اللي هي ايه؟ السرقة في مكان مسكون او معدل السكنة او دار عبادة او ملحقتهم. الحاجة الثانية السرقة من مكان مصور أو بالكسر أو التصور أو استعمال مفاتيح مصطنعة. هنا هو في الصورة دي بيفترض المشرع أنه الحرامي أو المتهم يعني راح سرق مكان ليه سور او راح سرق مكان يعني ليه سور وهو كسر السور ده، يعني وليكن مثلا في فيلا لها سور فراح هو كسر السور ده علشان يدخل الفيلا، يدخل الفيلا يعني ويسرق، فكسر السور ده او تصوره يعني ايه، قفز من فوق السور او استعمل مفاتيح مصطنعة. الحقيقة المسألة واضحة يعني، بعيد عن الجدل الفقهي، السور معروف يعني واحد سور مبني بايه، هيكون بالطوب والخرسانة المسلحة والبتاع، لكن ممكن يعني القانون قال السور اذا كان معمول بجريد مش عارف ايه بايه، هو في سور بيبقى معمول بايه يعني، دي حاجات عفى عليها الزمن. هو في حد يعمل سور مع بجريد؟ يعني مش معقولة يعني انه في حد في هذا الزمن بيعمل سور بجريد. بس اللي انا عايز اقوله في النقطة دي هو مهم، يعني جزئية انه لو السور في جزء غير مكتمل او جزء مكسور، يعني جزء غير مكتمل او جزء مكسور، في الحالة اللي زي دي لو دخل المتهم من الجزء الغير مكتمل من السور ده او جزء مكسور، يعني اتهد بالبلدي كده، اتهد وجد، يبقى هنا ده ما هوش ظرف مشدد او مشدد او يعني على حسب يشدد العقوبة. وبالتالي إذا دفع المتهم يعني أو محامي المتهم بأنه الظرف المشدد انتفى، اللي هو أنه في المتهم كسر السور أو تصوره انتفى لأنه السور من الأساس غير مكتمل أو السور في جزء منه تهدم ودخل منه، يبقى هنا ده دفع جوهري، ولا بد أنه إذا كان الدفع ده أمام النيابة العامة
لابد أن النيابة العامة باعتبار أن هي عليها عبء الإثبات لابد أن تتحقق من هذا الدفع، يعني على الأقل يعني ممكن لازم تعمل معاينة، لأنه الدفع ده بيترتب عليه تغيير في وصف الجنحة نفسها وتغيير في العقوبة بتاعتها. احنا قلنا السور من الحاجات اللي بتزود العقوبة. التصور نفس الحكاية، يعني هو يعني بيقول لك لو كسر السور أو تصور يعني قفز أو استعمل مفاتيح مصطنعة. هو المشرع مفاتيح مصطنعة دي يعني إيه؟ يعني ما قبل طبعا ظهور المفاتيح اللي هي دلوقتي بيسموها كمبيوتر ومش كمبيوتر وبتاع، كان زمان يمكن حضراتكم ما لحقتوش الأيام دي، كان في مفتاح البيبان بتاعت الشقق دي، مفتاح غريب كده يعني غريب الأطوار، كان بيبقى طول المفتاح كده اهو كده والله، يعني طول القلم ده اهو مفتاح. أنا عصرت هذا المفتاح، يعني مفتاح غير المفتاح الصغير بتاعنا ده. الوقت طبعا مع المفاتيح الكمبيوتر والكلام ده كله ومش عارف ايه، من الصعب انه يبقى مع مفتاح مصطنع يعني. لكن في النهاية هي يعني صورة من الصور اللي موجودة في القانون واللي لازم نتكلم فيها. لكن القانون ليه هو اعتبر انه كسر السور او القفز من فوقه يعني التصور او المفتاح مصطنع اعتبره ظرف مشدد للعقاب في الجنحة؟ لانه ده بيدل على يعني ايه، ان احنا امام شخصية إجرامية بالبلدي كده، الإجرام تملك منه من المتهم لدرجة إنه يعني إيه فجر في عالم الجريمة، يعني مش بيمارس الإجرام، يعني المجرم يعني عادة بيبقى كده عامل زي القطة لما تيجي تخطف حاجة كده من لمؤاخذة يعني في التعبير، تخطف حاجة من الحلة وتجري تمام، لأن هي عارفة نفسها عملت حاجة غلط. لكن في بيبقى مجرم بيبقى يعني إيه يعني مجرم عينه بجحة، يعني مجرم مش خجول يعني أو يعني مجرم. فعلشان كده القانون اتعامل مع المجرم اللي هو بيكسر السور او يقفز فوق السور او يستخدم مفتاح مصطنع، اتعامل القانون معاه بغلظة لانه ده مجرم ايه بالبلدي كده فاجر، مجرم فاجر يعني مش تمام. الصورة الرابعة السرقة بكسر الأختام. كسر الأختام دي يعني مش عايز أطول عليكم، يعني أحيانا بيبقى فيه أختام جام يعني طرود وبتاع عليها أختام جاية من مكان أو بتاع أو حاجة زي كده، فواحد يروح كسر الختم ده ويروح يسرق الحاجة اللي جواها. الموضوع ده يعني ما بجيش يعني ما يعني من الصور اللي هي عمليا مش موجودة. في السرقة ليلا، السرقة بالليل، ده يعني الصورة الرابعة من الصور اللي بتشدد العقوبة في جنحة السرقة، اللي هي ايه السرقة بالليل. لانه الليل ده دايما يعني ليه هو القانون خلى السرقة بالليل من الظروف اللي هي تشدد العقوبة في
في الجنحة هي ما بتغيرهاش من جنحة للنهاية، هي بتفضل زي ما هي جنحة، لكن بتبقى السرقة بالليل ده ظرف مشدد، لأنه الليل ده دايما بيبقى الستار لكل مجرم عتيد في الإجرام، عتيد في الإجرام. عشان كده يعني القانون تعامل مع المعاملة الخاصة دي، اللي يقوم بالسرقة ليلا ده طبقا للمادة 317 فقرة 4 يعني بتنص على انه الليل هو ظرف مشدد في السرقة. والحكمة في التشديد ان الليل ستار للصوص، يعني الليل بيستر على اللصوص، فهو يعني المجرم عتيد في الإجرام وبيستغل الليل أسوأ استغلال. لكن قضية الليل دي من القضايا اللي هي جدلية شوية، أمام النيابة وأمام المحكمة. ليه؟ لأنه إحنا الليل بيختلف من الصيف للشتاء والربيع والخريف، يعني ساعات الليل بتختلف، يعني ساعات الليل مش بتبقى كما هي طول السنة. ولذلك لما نيجي مثلا نقول إحنا في شهر 11 حاليا، طب في شهر 11 الليل المفروض الليل اللي هو فترة هطول الظلام، يعني الدنيا تبقى مظلمة مظلمة، مفيش يعني مفيش ضوء نهائيا، خلاص يعني من بعد غياب الشمس لغاية شروق الشمس. فهنا الفترة دي متغيرة على حسب تغير شهور وفصول السنة، وبالتالي ممكن الظرف المشدد ده اللي هو ظرف الليل ده يبقى غير موجود. ليه غير موجود؟ لأنه مثلا على سبيل المثال لو ضربت مثلا الساعة 5 في الشتاء، 5 صباحا في الشتاء ما بتبقى ليلا، تبقى ليل، لكن نفس توقيت 5 صباحا في الصيف بيبقى بدأ النهار يطلع. تمام. فهنا يعني المحامي الحاضر مع المتهم يجب ان هو يتحدث في النقطة دي ويطلب من هيئة المساحة بيان بمواعيد الشروق وشروق الشمس وغروب الشمس علشان يتفادى الظرف المشدد ده هو. وده نتكلم فيه ان شاء الله في الفيديو الخاص بايه بالدفوع والطلبات بالنسبة لجرائم السرقة. الصورة الخامسة بالنسبة لجرائم السرقة اللي هي برضو احنا قاعدين ما زلنا مع الجنح اللي هي عقوبتها مشددة لأنها لها ظروف خاصة، اللي هي السرقة من شخصين في أكثر بالصورة الخامسة. يعني إذا وقعت السرقة، يعني بيقول لك نصت على هذا الظرف المادة 317 فقرة 5، وحكمة التشديد فيه أن اجتماع جملة أشخاص لارتكاب السرقة يجيء نتيجة لاتفاق جنائي، والاتفاق الجنائي طبعا احنا عارفينه موقفه ايه بالنسبة. لكن تكملة يعني سيبنا من نقطة بتاعت الاتفاق الجنائي، خلينا ايه، وهو يدل على خطورة خاصة لدى القائمين به، وهو أدعى لتعدد وسائل العمل ولإرغام إرادة المجني عليه، لأنه يتضمن إكراها معنويا وتلويحا ضمنيا باستعمال القوة إذا لزم الأمر. يبقى السرقة من شخصين فأكثر ليه اعتبرها المشرع أو القانون ظرف مشدد
وبتزيد العقوبة في الجنحة. يعني هنا سيبنا من الاتفاق الجنائي، احنا عارفين ايه وضعه، لكن المشرع بيقول ايه؟ وهو يدل على خطورة خاصة لدى القائمين بها. يعني دول ناس بقى يعني متفقين مع بعض ويعني تمام ومظبطين الأمور يعني تمام، فهو بيدل على خطورة خاصة لدى القائمين بها، وهو أدعى لتعدد وسائل العمل ولإرغام إرادة المجني عليه، لأنه يتضمن إكراها معنويا وتلويحا ضمنيا باستعمال القوة إذا لزم الأمر. ليه؟ لأنه لما نشوف بعد كده استعمال القوة، لأنه استعمال القوة طبعا لا لا يعني لما حد يستعمل قوة في جريمة سرقة بتتحول إلى من جنحة إلى جناية، جناية سرقة بالإكراه. لكن هنا لما يبقى المجني عليه يشوف شخصين فأكثر بيسرقوه، يعني نفسيا هيحس انه هو داخل على اكراه، هو ما يعرفش ايه اللي هو شايف قدامه، شخصين ثلاثة أربعة، فهو ما يضمنش ايه الفعل اللي هيصدر منهم، دول مجموعة من الناس واخد بالك. وبالتالي يعني لو كان شخص واحد ممكن هيقاومه، لكن شايف قدامه شخصين أو ثلاثة أو أربعة، فبالتالي ده هيحسسه، حسس المجني عليه بأنه لا والله ده إيه، تلويحا ضمنيا باستعمال القوة. يعني العدد إنهم يكونوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هو المجني عليه نفسيا هيقول إيه، لا 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 دول بقى إيه، دول أكيد هيعملوا مصيبة سودة، وأكيد معاهم سلاح، أكيد مش عارف إيه، أكيد إيه، لأنه العدد نفسه تلويح ضمني باستخدام القوة. وده الإيه، الصورة الخامسة اللي تعتبر ظرف مشدد في جرائم جنح السرقة. الصورة السادسة اللي هي السرقة من الخدم بأجرة والمستخدمين والصناع والصبيان، يعني موجودة الصورة. حد يكون عنده، ما بحبش كلمة خدم دي، أنا بفضل إن أنا أقول يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه بنفسه، فما بحبش كلمة خدم، ولكن أحب أفضل أقول إيه يعني إذا وجدوا، يعني بفضل أقول هاوس كيبر. هاوس كيبر يعني مدبرة منزل يعني، أو معتنية بالمنزل يعني، يعني مدبرة المنزل دي أو الشخصية اللي هي معتنية بالمنزل، إذا سرقت ده بيبقى ظرف مشدد. ليه؟ لأنه طبعا المفروض إنه أصحاب البيت مدين لها الأمان، يعني هم جابوها وقعدوها في البيت على أساس إن هي تدير البيت وتاخد بالها من شؤون البيت وبتاع وكده، وبعد كده هي تخون الأمانة. فهنا يعني هم اطمأنوا ليها، ولكن هذا الاطمئنان هي خدعتهم وخانتهم واستغلت الاطمئنان والثقة اطمئنان سيء. الصناع برضو يعني، ما حضرتك مثلا تودي حاجة لشخص ويسرق، يعني مثلا هيصلح لك مثلا أي حاجة تكنولوجية أو إلكترونية أو معدة من المعدات الكهربائية أو غيره، وبعدين ياخد منها جزء ويحط مكانه جزء تاني، جزء أصلي ويحط مكانه جزء مش أصلي وبتاع، لأنك أنت برضو ده خيانة لإيه؟ للثقة، خيانة للثقة. الصورة السابعة دي مش موجودة في عمليا دلوقتي، اللي هي محترف النقل. محترف النقل يعني اللي هم دلوقتي محترف النقل، يعني مثلا زي شركة دي اتش ال، يعني دي اتش ال يعني محترفة نقل. كان الأول محترفين النقل
يعني ناس عاديين، يعني مش شركات ولا بتاع ولا حاجة زي كده. وبالتالي لما تحصل سرقة برضو دي نوع من خيانة الثقة وخيانة الأمانة. إنما دلوقتي الصورة دي لم يعد لها وجود، لأن النهاردة مثلا جميع الشركات الشحن وبتاع بتنقل الحاجات وبيبقى في تأمين عليها وفي وعقود وإمضاءات وبتاع، يعني صورة يعني في العمل غير مطروحة. الصورة التامنة وقوع السرقة على جرح الحرب برضو، يعني ما أعتقدش، يعني واحد مجروح يعني واحد في حرب يعني تاخدي منه يعني، يعني ايه هيكون معاه؟ يعني هو اصلا راجل بيحارب هيكون معاه فلوس يعمل ايه بيها؟ يعني هو في المعركة هيروح السوبر ماركت يجيب بيها. صورة يعني هي محطوطة في القانون على اساس انه القانون برضو يعني من زمان، فممكن تكون كان زمان ليها، انما النهاردة الحروب بيبقى يعني في الجيوش قسم أو سلاح خاص بالإمداد والتموين وبتاع، بيجيب للجنود، بيجيب لهم أكلهم بيجيب لهم احتياجاتهم وبتاع، مش محتاج لفلوس عشان تسرق. طيب الصورة التاسعة، السرقة في وسائل النقل أو باجتماع ظروف مشددة أخرى. السرقة في وسائل النقل اللي هو زي إيه؟ النشال. النشال اللي هو بيسموه إيه يعني الشخصية بتاعته لما تيجي في الأفلام بيسموه إيه؟ بيسموه الملقط أو ملقاط. ملقاط على أساس إن هو بيسرق في وسائل النقل اللي هو يعني زي كان يعني الأتوبيسات المليئة بالناس ومزحومة بالناس، كان يطلع واحد نشال كده ويستغل الزحمة. فدي صورة برضه، لأنه الحكمة من التغليظ العقوبة على أساس إنه هو لازم يكون فيه، يعني ما مش معقول أنت رايح شغلك أو راجع من شغلك وواحد قاعد لك جوه الأتوبيس ولا جوه مش عارف إيه ويسرقك، يبقى دي مسألة بتزعزع الأمن والأمان. إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله هنبدأ بقى مع بعض في إيه؟ كده إحنا خلصنا الظروف المشددة للجنح اللي هي لا تغير جنحة السرقة، يعني الوصف بتاعها ما زال جنح، ولكن إذا توفرت أو توفر ظرف من الظروف اللي إحنا اتكلمنا عليها تفصيلا دي بتغلظ العقوبة. بتغلظ العقوبة. في بقى اللي هي ايه؟ جنايات السرقة. جنايات السرقة دي برضو فعل سرقة، ولكن أضيف له أمر، إليه أمر، هذا الأمر بيخليه بقى مش يفضل زي ما هو جنحة ولكن عقوبتها تزيد، لا ده بتتحول من جنحة تبقى جناية، وده اللي إن شاء الله نتعرض ليه في الفيديو القادم بإذن الله تعالى عند الحديث عن جنايات السرقة. وإن شاء الله بإذن الله تعالى إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.